السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا ريفيو عن مكنة ازالة الشعر ديت، اللي هي بتزيل شعر الوجه، ممكن تشيل الشعر اللي هي في الصوابع من هنا دوت. هيت هعلمك ازاي تغيري الخيط دوت، ولو ضاع منك تعملي ايه، او مثلا لو خلص تعملي ايه، لو البودر اللي جه معاها البودر اللي جاي مع العلبة ديت لو خلص برضو تعملي ايه. هقولك نوع المكنة اللي عندي وهل هي كويسة ولا لأ. يلا مع بعض نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بس اللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل زرار الجرس، عشان اول ما انزل فيديو تبقى انتوا اول ناس تتفرج عليه. يلا مع بعض نبدأ الفيديو. يلا بقى نقول بسم الله ونشوف بقى المكنة بتاعتنا معاها ايه. المكنة بتاعتنا جاية معاها بكرة خيط اهوت. بكرة الخيط ديت بتبقى بكرة خيط قطن، مش الخيط بتاعنا العادي دوت، علشان يبقى جامد وما يتقطعش منك بسرعة. هو ما بيتقطعش اصلا، يعني طول ما انت ما بتستخدميه ما بيتقطعش، عشان هو خيط قطن. لو خلص بتروحي عند اللي بيبيعوا الحاجات بتاعت ادوات الخياطة وبتقولي له عايزة خيط قطن، بيبقى معروف جدا ومفيش اي مشكلة منه. بيجي معاها بقى العلبة ديت، فيها بودر. في بنات بتقدر تستغنى عنه مفيش اي مشكلة، وفي بنات لا، بتقولك انا بحطه كده على مكان الشعر، بيبين لي مكان الشعر بالظبط فين وجود الشعر وبيظهرهولك اكتر، لكن هو ما بيخففش الالم ولا اي حاجة. بس الغريبة في المكنة ديت ان الالم معاها ضعيف جدا جدا. انا بجد مش عارفة ايه الميكانيزم بتاع المكنة ديت ان يخلي الالم قليل قوي كده، ما بتوجعش خالص. احنا هيت المكنه معانا هيت، هو ده شكل العلبه بتاعت المكنه. نحطها على جنب عشان نبدا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اهوت المكنه وده الشاحن بتاعها. هنبدا مع بعض نغير الخيط، هنشوف الخيط بيتغير ازاي. احنا معانا معانا هنا زي صاموله كده، بنفكها تبدا المكنه تفتح معاكي. بس كده هنفك الخيط، نفتح كده. انا خلاص فكيت الخيط اهوت. بتبداي بقى تجيبي البكره بتاعتك وتروحي لفه الخيط كده اهوت على الصاموله، وتتاكدي ان انت ربطتي جامد. بس انا كده ربطت جامد كويس جدا. وتروحي هنا في فتحه هنا كده اهوت، تروحي مدخله فيها، وفي هنا زي ايه، زي سوسته. السوسته ديت تروحي ايه شده الخيط كويس جدا وتروحي مدخلاه في السوسته ديت كده هو، سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. وتروحي مرجعه الخيط تاني في الحته ديت، الفتحه التانيه، وتنزلي وتتاكدي ان انت شاده كويس قوي، وتروحي لفه كده هو، وتربطي جامد، تربطي جامد جدا. بس كده هنقطع بقى الخيط دوت. بس كده هنحط البتاع دوت، الشاحن دوت، في الفيشة. هي بدأت اهي تشتغل، صوتها مش عالي خالص، وعايز اقولك بتشيل الشعر. سألت ناس قالت ان هي معاها كويسة جدا جدا وبتشيل الشعر بطريقة فعالة، والناس اللي عندها شعر سميك بتشيله كويس جدا. الرجالة اللي عندها شعر في خدها كده في اول الخد خالص بتشيله كويس جدا. يعني لو زوجك بيحتاج ان هو يعمل فتلة كده في عند خدوده، ممكن تجيبيله المكنة دي، فعالة جدا والله يا جماعة. عن تجربة حد اعرفه يعني بيستخدمها، وقال ان هي كويسة جدا وما بيقدرش يستغنى عنها. المكنة بتستخدم ازاي؟ بتثبتي المكنة كده على الشعر نفسه، وهي بتبدأ تشيل الشعراية نفسها. بس انت ما بتعمليش اي حاجة وما بتوجعش خالص. يعني انا مستغربة جدا من ان هي ما بتوجعش ديت. بصوا هي بتشيل الشعر اهو، مش عارفة باين لكم ولا لأ، هو في كذا شعراية كده خفيفة جدا، مجرد انت بتثبتيها بس كده وهي بتشيل الشعر. انت لو عرفتي تتحكمي فيها مرة في مرة هتلاقي نفسك عارفة تستخدميها كويس جدا. ممكن اول مرة تلاقي نفسك مش عارفة تستخدميها،
بس خليكي وراه، هي المكنة كويسة جدا وبتدي نتيجة كويسة، خليكي وراه هتعرفي تستخدميها والله. بس كده، ده كان الريفيو بتاعنا النهاردة. ياريت اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زرار الجرس عشان اول ما انزل فيديو تبقى انتوا اول ناس تتفرجوا عليه. بحبكم في الله.